صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت من بعض من ينتسب إلى العلم أنه يقول: ليس هناك اليوم جماعة تستطيع أن تجزم أنها تمثل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه، بل هناك جماعات وكل جماعة أقرب من الأخرى، فما صحة هذا الكلام؟ هذا من التكفيريين الذين يكفرون الناس ويضللون الناس. فيه جماعة ولله الحمد، ما تخلو الأرض أبدا إلى أن تقوم الساعة، لا تزال. هذا مكذب للحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحديث يدل على أن فيه طائفة تبقى على الحق إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا يقول ما فيه جماعة على الحق. سبحان الله. نعم.